فيها شمعة أو لمبة من الداخل بتنور معها. طبعا بس في سؤال الأول لأن دي بعد ما خلصت إحنا شرحنا بسرعة عشان نخلص بدايتين من دول بنبعد فيهم من 14 ل 15 يوم شهر. طبعا دي بتدينا حوالي 180 جرام. ده ظهر بعد الشمس، هو لونه طبيعي. ده اللون الطبيعي. وطبعا ده اللون الابيض والبني وده اللون الاخضر اللي قلنا عليه بيبقى اخضر في النهايه. اوكي؟ طبعا لو رحنا طبعا يا ريت تسمع بعض يا جماعه لو رحنا كان الخليل مثلا او شق التعبان هنلاقي الاباستر كتير زي ده. ده اسمه الالاباستر اللي هو ميد باي ماشين اللي هو الشغل المكن. فكده اليدوي مش هتلاقوه بين هنا في البر الغربي والمكن اللي هو ده. الفرق بين الاثنين ان المكن بيكون ايوه لو وقعت ممكن تتخدش لكن ما تتكسرش زي لو رحنا طبعا لو رحنا يا جماعه حتشبسوت او وادي الملوك هنلاقي هناك ناس كتير بتبيع حاجات زي دي يقول لك عليها بازلت او جرانيت يعني ممكن يقول لك 400 500 ولو قلت له 10 جنيه بيقول اوكي لانها اصلا شغل ده مش مكلف ده عباره عن جبس ده شغل تقليد هتلاقوه بره في وادي الملوك ده اسمه حجر البازلت تصنيع البازلت السلام عليكم ازيك يا عم الشيخ الله ينور عليك ده الاباستر برضو يا عم الشيخ ها؟ الاباستر صح؟ حجر الاباستر حجر الاباستر طبعا هنا اللي هو المعلم رمضان بعد ما خلص وهنختار بعد اذنكم مين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي يا معلم رمضان انت بتصنع ايه يا معلم رمضان؟ نعم بتصنع ايه دلوقتي؟ طبق. بيقعد معاك قد ايه شغل يا عم رمضان؟ 3 ايام. كده؟ 3 ايام. نعم؟ نجمع هنا لو سمحتوا. نعم. بيشتغل فيه ثاني بحطوا الغره وانتهي الشغل بعد الشغل الله ينور عليك الله يديك الصحه شغل جميل جدا ومتعب وحاجات اليدويه دي يعني ده شغل حجر بقى ده بقى تماثيل يا عم الشيخ اسمك ايه؟ ابو علاء ها؟ رمضان ده بتعمل بقى ايه؟ تماثيل تماثيل وبازار عن طريق النقر ده ودي ايه عباره عن ايه يا عم رمضان دي عم رمضان دي دي عباره عن ايه دي بازا وريني كده حته كده اتفرج عليها كده في ايدين انت وطالع انت وطالع دي بقى ايه بقى الاباستر برضو ها؟ الاباستر انت وطالع حدي لك ده الاباستر برضو انت وطالعين بس انت وطالعين ايوه ده الاباستر برضو ايوه خد يا عم الحاج عشان نبقى بتاعتك ايوه بيتي بتصنعي انت دلوقتي مش تمسك حاجه صناعيه طيب عم رمضان وعم حاجه جميله دلوقتي دخلنا معرض من معارض البيع بتاع الالباستر اللي بيصنعوها بره اللي شفناها ودي بقى الحاجات اللي هم صنعوها نبتدي ناخد جولة كده عن المنتجات بتاعتهم على مالك يا دي المنتجات بتاعتهم اللي بيصوروها ايوه
طبعا ده كل حاجات في منهم حاجات ميكنة وحاجات بالإيد زي اللي احنا شفناها بره. ايوه منتجات جميله جدا طبعا كلها حاجات. النور بيقطع ولا ايه؟ ايوه دي كلها منتجات بتاعتهم بيعرضوها للبيع للزوار سواء اجنبي او مصري او حسب الزياره ما بتجيله. منتجات رائعه جدا جدا. ايوه دي حاجات الوسطى برضه اهي شايفينها بتلمع ازاي. ايوه دي كلها منتجات. يعني شغل متعب يعني الصراحة. قطعة بتقعد باليوم بالثلاث ايام وبالاسبوع وبالاسبوعين حسب شغلها. وفي طبعا حاجات مكن بتخلص على طول. دي كلها اواني على فكرة حجر الأحجار اللي شفناها بره دي كلها منتجات. معرض جميل الصراحة جدا. الله حاجات جميلة جدا. اتفضل يا استاذه. مسلات كلها من الحجارة وشغل يدوي. دي حجار ايام بقى الله حاجات جميلة جدا. شغل جميل جدا جدا. شغل يعني متعب بس هايل. الشغل اليدوي دايما احنا عارفين انه الشغل اليدوي ليه قيمة عالية. ده برضو بس دوت طبعا مكن ده مش يدوي يبقى سعره اقل اكيد.